مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء مع فهد اثناء. معنا هذا الشاب اللي عنده مشكل، يعني من بعد ما جا حد سواله من كازا باش يقلب على خدمه ويستقر، لكن للاسف تعرضوا ليه الشفاره، ضربوه وكذا، تكبسوا عليه والدولي حتى الفلوس اللي جا بهم، ولا كذلك باش غادي يقدر انه يقطع ويرجع بهم. من الان غنتبعوا المشكل ديالو. اذا السلام عليكم خويا، كيفاش جيتي بعدا من حد السواله؟ جيت اليوم جيت حد سوالم على اساس باش نخدم شي حاجه اللي نقدر عليها. اما انا ارضيه مرت ثلاثه هرسات، الاولى فيها ثلاثه هرسات الشوفيه في الساق والركبه. خلي تحت، هز راسك هز راسك. الاولى نهار 8/8/2019 مرت فيها جوج هرسات بحال ارضيه بجوج من الحديد، وكنت عارض للعنف. جيتي دابا انت جيتي لكازا باش تخدم؟ جيت هنا لكازا باش نخدم، وتعرضت للعنف والسرقه ب هذيك الهراويين. داوي فلوس داوي خوتي خلوني في الحاله اللي ورثتها. ودابا كيفاش تلقاو لك الشفار؟ شحال من واحد كامل؟ ثلاثه الاولاد مع جوج بنات. داوي فلوس واحد البنت لابسه جاكيطه صفراء، الاخرى لابسه الكحل، ومعهم واحد جوج ولاد في المقتبل العمري تقريبا شي 24 عام حتى 29 عام. داك يضربوا في طيحون الارض، داك يقلبوا في حاجه يديك الفلوس حاجه البورطابل ديال عندي الشهود. ولكن كيفاش واش انت كنتي غادي توقفوا عليكم واكريسو؟ كنت غادي تلقاو لي قال دور معنا صح، من ما بغاش داك يقلبوا في اكريسو حاجه اللي عادوا يشبعوا في اصلا. ومن مشيت شنو داو لك؟ داو لي 1500 درهم وشبعوا في عصا. من مشيت كنقدم الشكايه لدى المصالح الشرطه، دخلت يعني عطوني حقي الشرطه ديال هنا ديال الدار البيضاء حتى عقلهم صارتهم بالحبس. اما حد السوالم كنت عارض ميران ونسكر العنف والسرقه. من يعني انت قلتي قبيله قلتي لي انا محقور، يعني كاين ناس كتحقرني وعلاش؟ كنحس بالحقر ميران ونسكر على مع اي وعد كيف ما كان نوعه، واخا يكون الشمكه واخا يكون موسخ كيف ما كان اللي جا كيمشي في حي حاشا كرجلي. واش انا ماشي بنادم ماشي مواطن واش معايا الله؟ كنعيش في واحد الحاله صعبه، كنعيش وضعيه صعبه. اللي كون هذه الشكايه تكتب الطبع من الظلم والطغيان، انا كنعاني ميرانا وذكرانا من الظلم من الحقره من العنف الجسدي وكل شيء. علاش هادشي؟ علاش كتعاني انت من هادشي؟ انا كنت صحيح في صحيح كنت بخير وعلى خير، كنت ديما مهلي في راسي كل مره نلبس نفس الكوستيمات. عمرني ما تمنيت انني غندير الحديد، ثلاثه الحديد فرد لي بجوج، ثلاثه هرسات في جوج هرسات، وحده في 8/8/2019، وحده في 15/6/2021. وانا دابا عندي الكونترول في الكلينيك ديال ابن سينا باش نحيد الحديد، طالب لي 450 درهم باش ندير راديو ونخلص العمليه ديال الحديد. وفي المستشفى ديال بنوش كذلك بقوا معطوني الشهاده الطبيه باش نزيد بها المحامي ديالي باش يعطيني التعويض ديالي المدني. وانا دابا كنعاني ميرانا وشكرا كنطلب من جميع المسؤولين. دابا انت حاليا هنا يعني حصلتي في كازا؟ دابا انا حاليا دابا حصلت في كازا في الهراويين، وبغيت دابا تعرفني الناس اللي بغا كدير خير توقف معايا. كنطلب من جمعية المحسنين أو الناس ديال حقوق الإنسان أو الناس المسؤولين أو جمعية حقوقية اللي دافع عن الناس في وضعية صعبة باش مابقاش كل مرة مكرفس. أنا مابقاش ساكن عارف نهضر ولا كنتكلم. هذا أحد هاتوا لي أسناني مهرتين فوق الفحل، حتى هذا مابقاش كنتكلمها. انا كنطلب منهم الله يجزاكم بخير، كنعيش حقر، كنزل غير في اللي ساتفة كنركب تما، كيتعرضوا لي ولاد اللي ساتفة تما عصابة تما مع بنات، يعني كي اعتذر السبيل المرة حدا طلع لي القصبة امين. كنا لك موان تراكسات في البوكلانات. اذا دابا الرساله ديالك الناس بغيتهم يوقفوا معاك ويتساعدوا معاك؟ انا دابا هذه الرساله كنوجه للناس المحسنين، الناس ديال الجمعيه والناس المسؤولين باش يقوموا
ما يجب قيام به، يعني قيام بالحملة التمشيطية والبحث عن الجنات وتقديمهم إلى العدالة، ما نكونش عرضة للضياع. والله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير، لك يسمعني أو لك يعرفني أو ما يعرفنيش، فأنا ضعيف البنية الجسمانية محكور، كنعيش واحد الحقد وفي واحد الظلم، فهل يعقد شخص مثلي أن يتعرض لكافة التعنيفات الجسدية والنفسية؟ صافي، إذا كنت منا رسالة ديالك توصل للمحسنين وكذلك الجمعيات اللي قدروا يوقفوا معك. إذا مشاهدينا كيف ما كتبعوا هذا الشاب هذا، يعني المجرمة ديال الدار البيضاء كيف ما سبق وقلت لكم، جا باش يقلب على خدمة ويقدر أنه يخدم، لكن للأسف تعرضوا لي يعني شفارة اللي ضربوا وتكرفوا لي ودوا لي كذلك فلوس ديالو، دابا حاصلنا في كازا وبغي يرجع لحد السوالم اللي كنتمناو من الناس تدخل وتوقف معاه وتساعدوا ليه. وأنا مشاهدينا كنت المباشر إلى مباشر آخر إن شاء الله.